احنا وين؟ احنا في ايطاليا. انا هذا موقعي شيء من الاخر، وحاط لي هذه الجلسه من اجمل الطرق اللي راح تمر عليك في الشمال الايطالي. انا على ارتفاع 2000 متر. سبحان الله التكوين الرباني. احنا الان بحيرة مزيرينا، تكون 14 يورو للشخص. احد من اشهر المحلات اللي تبيع المربى الطبيعي عندهم. الخير من مدينة برنيكو. هذا مدخل بلدة القديمة في وسط سنتر برنيكو. شكرا فيدر زين. السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. اليوم لنا آخر يوم في بلدة سرهاوس، هذا البلدة الجميلة استمتعنا فيها مدة 3 أيام. أنا أشوف عن نفسي أنها ما تكفي، لأنه ما زرت بلدة ليدز، ولكن إن شاء الله الزيارات القادمة إن شاء الله. اليوم متوجهين إلى الشمال الإيطالي، تحديدا إلى فالدورا. ومن أعالي قمم جبال فالدورا خذت شقة في هذا الكوخ الجميل وأطلاله على قرية فالدورا هناك. هذا مدخل الشقة، طبعا الطبق اللي فوق أعتقد حق صاحب البيت. هذا مدخل الشقة، هني على اليمين دورة المياه، وهذه غرفة النوم الأولى، وأطلاله ولا أروع على قرية فالدورا. وهني حاطي لك هذا البيت. أنا هذا موقعي، شوف الموقع اللي حاجز فيه استراتيجي عارف. وهذا غرفة النوم الثانية، وهذه إطلالة أخرى على الجبل. هني المطبخ التحضيري والجلسة، طاولة الطعام، تلفزيون، طبعا تفتح البلكونة هني. نروح نشوف الإطلالة على قرية فالدورا، شيء من الآخر. وحاط لي هذه الجلسة، مكان هدوء ولا إزعاج ولا أي شيء. غمشاري؟ نعم. مبسوط ها؟ وش رأيك في المكان؟ حلو. وايد؟ ايه. احنا وين؟ احنا في ايطاليا. وش رأيك في هذاك المكان هناك؟ هناك البيوت احسن، حلوات جميلات، وبعدين ورود احمر. انزين، هذيك القرية تعرف وش اسمها؟ ها؟ ايه. وش اسمها؟ فالدورا. فالدورا. رجعت الآن إلى سنتر بلدة فالدورا. بلدة فالدورا سنترها صغير جدا، بس أنا سكنت على أطراف البلدة في مكان مرتفع مثل ما شفتوا. اللي جابني الحين مرة ثانية، أنا أساسا زرت هذا المنطقة قبل 3 سنوات فالدورا، وجربت هذا المطعم. في شخص باكستاني اسمه علي يعمل بيتزا من الآخر. في كورنر صغير حق البيتزا، يعمل لك بيتزا على الحطب من الآخر، بس علي ما شفته موجود. If you go any موجود شخص ثاني اسمه حسنين، وأيضا هو ممتاز عشان يعمل البيتزا، ويقول لي لما تهني لا تطلب إلا التونة والمشروم والفيجيتابلز. هذه الثلاث أشياء اللي هو يقدر يضمن لك إنهم تونة حطها خلاص بالفرن، وفيجيتابل حق مشاري أيضا هو قاعد يسوي له قلب عشان يدلع. بس صبحكم الله بالخير من بلدة فالدورا. اليوم الجو مشمس مثل ما تشوفوا. أحياناً يختلط عليك الجدول،
إذا كان الجو مثل هذا الطريقة، لأن أنت بتروح تزور بحيرة أو مكان مفتوح، فصعب شمسهم عمودية فتكون نازلة فلها تأثير كبير أحيانا، فأنت ما راح تستمتع. والنهار طويل بالصيف، فأفضل أنك تأخر الطلعة إذا كان الجو مثل هذا الحالة. فأنا أشوفه صراحة بناء خطة مسبقة، مثلا فترة طويلة تلاقي الجو متقلب أو الجو مشمس، صعب أنك تطلع تزور أماكن مثل بحيرات، شلالات، أماكن مفتوحة. لكن تقدر تبني الخطة فترة المساء، الصباح أنت تتريق تشوف الطقس، تسوي لك خطط بديلة، خصوصا الأماكن إذا أنت بتزور بحيرة، إذا بتزور بحيرة، شلال، مكان مفتوح، خلي فترة المساء. بالصيف النهار جدا طول. شوف اليوم الجو مشمس، الوقت الحين مش جو بحيرات، فالخطة البديلة إني أطلع على أعالي جبال الدولمت، في مطل هناك جميل ويأخذ وقت طويل. أساس الطريق هذا الطريق من أجمل الطرق اللي راح تمر عليك في الشمال الإيطالي. طريق جبلي بطيء لكنه ممتع، بين طبيعة وبين جبال وبين ثلوج، شيء من آخر. في فالدورا كانت درجة الحرارة 23 اليوم، والآن أنا على ارتفاع 2000 متر في قمم جبال الدولمت، درجة الحرارة 10، وامطار وغيوم والجو رهيب. مشار اليوم لابس صيفي مصيف، قلنا درجة الحرارة مرتفعة، الحين مستانس شايف ثلج. ايوه ايوه ما قادر، انا ما قلت لك تشيلها. اشوف وش الفيديو تراويني. هذا واحد من اجمل واروع الطرق اللي جربتها في حياتي، طريق جبال الدولمت. في محطات استراحة، المحطة الاولى طفتها فيها بحيرة من الجمدة بس لان كان مطر وايد. هذه المحطة الثانية فيها كوفي ومحل تذكاريات، وهذه سلسلة جبال الدولمت. طبعا الحين الجو مطر، تصوير شوي صعب. هناك عندك سلسلة الجبال ايضا، في عندك هني باركنات. هني ما في شيء، فقط تستمتع بمناظر جبال الدولمت. ومحبين الدراجات طبعا هني متواجدين بكثرة، يطلعوا جروبات. انت وطالع تمر على مناظر جبلية، وانت ونازل تمر على هذه المناظر الجميلة وسط الغابات وسط أشجار، تجربة حلوة. الطريق ياخذ ذهاب إلى قمة جبال الدولمت تقريبا ساعة، والعودة تقريبا تحتاج ساعة. الطريق بحد ذاته تجربة حلوة، يعني أعتقد أن يكفي نشاط واحد، يوم واحد تستمتع فيه يكفيك. تنازل من جبال الدولمت لازم تمر على بلدة كورتينا، بناخذ جولة سريعة فيها لأن اليوم ممطر حاليا. غازي وش هذا؟ ناو. هذا الناو؟ ناو. إذا صادف في طريقك زيارة أحد المدن وما عرفت وين تروح أو الأماكن السياحية الموجودة في المدينة، أفضل شيء تسويه أو أسهل شيء تسويه لك أنت
أنك تزور سنتر البلدة أو المدينة، لأن دائما السنتر في كل شيء ويعطيك انطباع كلي عن البلدة. أو سبحان الله التكوين الرباني، الجبال وسطها الطبيعة الخضراء. إحنا الآن بحيرة مزيرينا، واحدة من أجمل بحيرات الشمال الإيطالي. مساكم الله بالخير من بلدة سان كانديدو. أول شيء بنسويه في هذه البلدة أن نطلع على قمة هاونولد. طبعا تقدر تطلع عن طريق العربات المفتوحة هذه، وتنزل عن طريق الزحليقة إذا بغيت. أسعار التذاكر للكبار إذا بتطلع بالعربة وتنزل بالعربة نفسها تكون 14 يورو للشخص، أما إذا بتطلع وتنزل بالزحليقة 19 يورو للشخص. أشكال العربات، تشيل 4 أشخاص مرة واحدة. شوف أول ما توصل تفتح يركبوا 4 وتروح. فالناس اللي عندهم فوبيا من المرتفعات ما انصح منهم يركبوها. بعدين كيف تنزل؟ تنزل اذا حبيت عن طريق الزحليقه الصيفيه، يجيبوهم هذا اللاين يركبوهم مره واحده. سعر التذكره هذه ذهاب واياب 14 يورو، اما اذا بتطلع بهذا وبتنزل بالزحليقه تكون 19 يورو. الاشخاص او الصغار نفس عمر مشاري 7 سنوات الى 7 سنوات يكون مجانا فري. احنا الحين متجهين الى قمة هاونول او قمة سان كانديدو مثل ما يسموها البعض. تركب عن طريق هذه العربات وتنزل بالزحليقة. نشوف الزحليقة هناك، نمشي على الخفيفة. اول ما توصل القمة يكون امامك هذا المنظر المهيب لجبال الدولمت. هذه أطلالة من أعلى قمة هاونول على بلدة سان كانديدو. فيها منطقة ألعاب الأطفال، هنا عندك منطقة صغيرة للألعاب، وعندك هنا مطعم وكوفي، وأحلى مطل جبال الدولمت، منظر مهيب. أشوف يلا سوى حبتين أشوف. ها؟ ما قادر. اسمعني ما تسوي لي ربشة. ابشر وانت لا تيجي تغايضني وتقول لي بصاري هيك، ولا بقول لك انت انا بسوق انت ما بسوق. لا 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 خطير خطير. ابي تهرب. تعال تعال، ما منك مني. ابو بتاعك لا 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 قول لي وش هلا هو روح. ايوه روح يعني هنا ندق اطلق حبيبي. طبعا صورتها بالأوزمو، كان صراحة ما استمتعت فيها وايد. هي جميلة لكن وايد فيها زحمة، فتمشي شوي تضرب بريك تمشي شوي تضرب بريك. غير ان هذا رفع ضغطي اغلب الوقت يضرب بريك. انت رفعت لي ضغطي.
انت قول لي بزار هجهج. انا؟ هذا واحد من اشهر المحلات اللي تبيع المربى الطبيعي، عندهم مزرعه بالخلف وجميع منتجاتهم طبيعيه، محل مشهور جدا، هو قريب من بحيره لاغودي برايس. انت ورايح للبحيره وانت راجع للبحيره تقدر تمر على هذا المتجر مالهم كانك داخل متحف. هذا هو المتجر من الداخل، متجر كل منتجاته على المربى. طبعا اسعارهم مختلفة على حسب كل منتج، لكن ما مش انها غالية، اسعارهم انا اشوفها حلوة على جودة منتجاتهم. في المحل تنظيمة اول مرة اشوف محل متخصص في المربى بهذا الرقي بهذا الديكور الجميل، حتى منتجاتهم جدا ممتازة واسعارهم ترى مش غالية. في ناس تفكر ان اسعارهم غالية، مثل هذا عندك، هذا مربى الفراولة سعره 7 يورو تقريبا. اي منتج قبل ما تشتري تقدر تجربه، تسالهم تقول لهم ابي اجرب هذا المنتج، هي قالت لي جرب منتج جديد عندنا من الباشن فروت، مربى الباشن فروت، جربته صراحه طعمه خطير رهيب خطير. انا هذا اللي اخذتهم، الفراوله والمشمش والبرتقال والباشن فروت والتوت. وعلشان ما يكون السؤال في خاطركم، كيف تعرف ان هذا بدون كحول؟ منتجاتهم طبيعيه، وللتاكيد سالتهم بدون كحول. هو شكل متجر من الخارج، هناك المزارع بالخلف، اللي عجبني انه وسط الطبيعة هني وسط المزارع حاطين ألعاب بسيطة للأطفال. طب الخير من مدينة برنيكو أو برنيك، هذه المدينة تبعد عن فالدورا حوالي 12 كيلومتر، وسنترها كبير جدا وفيها جميع الخدمات، وهي خيار مناسب جدا للسكن. يعني هذا مدخل البلدة القديمة في وسط سنتر برنيكو، باني في هذه المدينة جدا جميل، السنتر جميل جدا، على يمينك على يسارك تشوف الألوان، شيء رهيب صراحة. هذه ثاني مرة أزور هذه البلدة، في أول مرة زرتها قلت لو سكنت في برنيكو ورحت أتمشى في فالدورا، لكن المرة الثانية فضلت أني يعني أيضا أكون في وسط الطبيعة. محل الكسوفي موجود على طرف السنتر عند اكل حلال، وفي واحد ايضا في وسط السنتر، شوف هذا سنتر البلده وهو هني خلف، وهناك مدخل الحي القديم. لعبت؟ يوم قلت له بصورك قام يلعب. هاك شوف. شكرا شكرا. في در زين. اي والله. السلام عليكم. سلام.